نظم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا حملة دعا فيها الجالية المسلمة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك إلى انتخابات المجالس المحلية في عدد من الولايات. وأكد المجلس ضرورة رفع نسبة مشاركة المواطنين الألمان من المسلمين في الانتخابات. ومن جهة أخرى، انتقدت أحزاب اليمين في ألمانيا هذه الحملة اعتراضا على ما وصفته بتوجيه أصوات الناخبين عبر الأحزاب الدينية. أقل من نصف عام على الانتخابات التشريعية في ألمانيا، انتخابات قد تشهد ارتفاعا في نسبة مشاركة الجالية المسلمة فيها بعد إعلان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا حملة دعت بها إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع كي لا تذهب الأصوات إلى الأحزاب اليمينية. الحملة أكدت أن المسلمين جزء من ألمانيا وأنهم مع الديمقراطية والحرية الأساسية حسب وصفها. يتضح من خلال حملتنا أن المسلمين جزء من هذا البلد وأنهم ملتزمون بالديمقراطية، وهذا التصويت تأكيد وتقوية للنظام الديمقراطي والليبرالي. هذه الحملة ليست ضد أي حزب أو مجموعة معينة، بل هي حملة من أجل الديمقراطية ومن أجلنا. أحزاب اليمين انتقدت حملة المجلس الأعلى للمسلمين معتبرة أن توجيه رأي الناخبين نحو طرف معين ليس من الديمقراطية في شيء. لا أحد يعرف لمن سيصوت الناس. ربما هناك مسلمون مؤمنون بالأمن الداخلي وسيادة القانون ويصوتون لحزبنا، لذلك لا أعتقد أنه يمكن لأي جهة تحديد ناخبيها المحتملين. كما أن الميل إلى عدم الإدلاء بأي صوت يعد خسارة للديمقراطية. حق التصويت أمر يخص المواطنين وليس مسألة مجلس مركزي. يذكر أن عدد المسلمين الحاملين للجنسية الألمانية يبلغ 2 مليون شخص تقريبا وفقا لإحصاءات المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا. حملات الجالية المسلمة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تثير حفيظة اليمين المتطرف في ألمانيا، إذ يسعى المسلمون هذه المرة إلى رفع نسبة التصويت وتوسيع دائرة مشاركتهم في الحياة السياسية بألمانيا. مكسيم العيسى، الحرة، برلين.